ضاع لي أعز إنسان في حياتي، أعز إنسان اللي كنت كنتمنى معاه بزاف د الحوايج. كنسمع شي رقم 16 قلبي كيتهز، 16 ماشي 16 ماهي 16، نمرة 16 ما كنقدرش نسمعها. مورا هاد الأحداث 16 ماي أشنو عانينا حنايا وأشنو استافدو هما؟ نهار 16 ماي كان هو ثالث عيد ديال عيد المولد النبوي، كان يوم الجمعة. الحمد لله كان راجلي كيمشي لكازا دي اسبان، كنعرفو كيمشي، ولكن هذاك النهار بالضبط ما كنتش عارفة بأنه مشى لتما. كنت باركة أنا وولادي، مشيت تعشيت عند تغديت عند الأم ديال الراجل ديالي أنا وليداتي. في الليل جينا على أساس راجلي راه غادي يجي نتسناو العشاء. تعطل، مني تعطل صونيت ليه مع ديك العشرة ولا العشرة ونص، تليفونه ما خدامش وبقيت كنتسنى. مني بقيت كنتسنى طاح ليا العجب باسكو وصلت 11 12 ما كاين حتى شي، ما كاين حتى شي حاجة وحدة اللي فيقاتني. ما نكذبش عليك ما كانش شاعل انا التلفازه، بعث عندي بناتي عندهم امتحان الغد ليه، كنت طافيه التلفازه، كنت كانوا كيراجعوا حيت كانت بنتي عندها واحد امتحان ديال الكاترياماني، كانت عندها هذا عيد تجريبي، ما شعلتش التلفازه. عيطت لي اختي من المحمديه قالت لي واش فراسك؟ قلت لها شنو؟ قالت لي راه راجلك راه كيمشي لكازا دي سبان. قلت لها عارف؟ قالت لي واش ما شتيش واقع؟ قلت لها لا. قالت لي راه كاينه شي تفرقعات في هذا. وانا حقيقه سمعت تفرقعات حيت انا ساكنه في لاجيغوند، سمعت تفرقعات ويسحبني الرعد. عندها قلت سمعت هذوك الانفجارات، ولكن قلت يمكن انا غير الرعد وداك الشيء. قلت للبنت اللي معايا في معايا خدامه، قلت لها سيري سيري ياك ما الرعد لا تصب الشتا كاين تصبين في لاطيراس. هذا هو اللي سمعت. تمني عيطات لي اختي وقالت لي داك الشيء ديال هذا، قالت لي شعلي التلفازه راه يلاه قالوها في التلفازه. قلت لها انا راه ما كنتش على التلفازه، جريت ملي لقيت الاخبار دازت. بقيت راسي كنتالم تنتالم تنعيط في التليفون، ما عنديش من نعيط، ما يمكنليش نعيط للام ديالو ولا نعيط للاخ ديالو ونخلق شي حاجه اللي ما كايناش. ما كانتش عندي فكره ان غيكون راجلي تما في هذوك الاحداث وغيموت تما، ما كانش عندي فكره نهائيا، حيت كانت عندنا بزاف د الحوايج في الحياه ديالنا اللي كنتمناو واللي كنخططوهم لوليداتنا، ما عنديش فكره نهائيا. حتى الربعة ديال الصباح صونا لي التليفون، بقيت كنتالم ونط بنتي فين نط بنتي، قالت لي ماما انا الناس شويه بكري وفيقيني بابا ما جاش. لا ما جاش، قالت لي فيقيني باش نعاود نراجع شويه. درت هذيك الريفي باش نفيق ورغم داكشي ما نعش، بقيت حتى ما قلبي ما عطانيش انه غيكون تما نهائيا. تنقول يمكن تحطل، يمكن يا ربي تكون شي حاجه، يا ربي ما يكونش هنا، يا ربي هادي، يا ربي. كنتالم وما عنديش فكره نهائيا ان راجلي غيكون تما. صافي صونا لي التليفون مع ديك الخمسه خوه، باش نقول لك راه اللي مكتب في حد الدنيا كيوصل كيوصل، ولا مكتب لك شي حاجه توصلك غتوصلك. راجلي خرج فعلا، دخل ولد خالته واحد الديواني دخلوا لهذيك لاكازا دي سبان، هو دخل معاهم، عيط ليه شي صاحبه وركب معاه في السياره وتم غادي كيهضر معاه. وراجلي بحال مخطوف على داك الراجل اللي كيعاود لينا، قلنا تيقول لي سربي سربي انا خليت الكوزان ديالي وهذا وانا بغيت نهضر مع داك الديواني طاطا. نزل كيجري طلع، قال لي دخل لاكازا، كيجري دخل. الاخر زاد وصل لحياه ريجينسي، سمع داك الشيء، دخل الدار سمع هذا، هو اللي عيط لوسي. لوسي ما قدرش يعيط ليا، حدو حتى الخمسة د الصباح ما بغاش يخلعني، باقي تيقلب حيت كانت دوك الانفجارات كانوا الروينه ناضت، الروينه الروينه، كلشي تخلط، كلشي الخلعه، خمسه د البلايص، الناس مخلوعين، ضرب من هنا ضرب من انا ما كنتش سايقه داكشي كله. الخبر خمسه د الصباح عيط لي لوسي، قال لي كلمي لي عفاك الحاج. قلت لي ناري خويا راه الحاج ما دخلش، ولكن ما عرفتش اش قالت لي اختي، واش قالت لي ياك ماشي حاجه قول لي. قال لي لا 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 انا راه غادي للمطار وكنتسنى باش يجي مورايا. صافي خليه يكوني هانيه بركي الله، صافي انا غادي نشوف. ما جاوبنيش، ما قال لي والو، ما بغاش يخلعني. بقيت هكاك تنتالم تالم، تنقول لا يمكن بلاتي يكون عند شي صاحب، ويكون هذا يكون عام، ياك ما عاد تضرب، ياك ما هادي، ياك ما هو نيت بصح تما. السبعة الصباح سبعة ونص حطيت بنتي في المدرسة، مشيت لعند الوالدة قلت لها أمي راه ما دخلش
وما عرفتش. قالت لي هزي خوك وسيري قلبي عليه، حتى انا ما يمكنليش نخرج بوحدي نقلب عليه، سي حيت راجلي شكل ما نقدرش نخرج نقلب نهائيا. حتى لديك الصباح عاد هزيت خويا، كنت انا بالتلفاه ما مشيتش لكازا دي سبان، مع انا باش نقول لك ما عرفاش حتى فين جات. باش نقول لك مشيت ديريكت لامورغ، جيت هذا قلت نسول، عين نسول ياك ما شي حاجه، ياك ما بغيتش كاع نوصل لوسي شي حاجه، واش هادي واش، ما بغيتش نبقى كاع نعيط ليه ولا نسول عليه ولا نقول ليه فينا وراجلي ولا هذا، ما عطاتنيش هذا، نحط نفسي ان راجلي راه غيكون تما ولا داك، هربت من داك السؤال باش ما يقولش ليا بحال شداني الخلعه ما نسولوش باش ما يقوليش راه كاين تما. قلت نمشي نسول على راسي، زيت خويا سولنا، ما نكذبش عليك قيد الدنيا العسكر هذا، تخلعت هربت، سولت واحد البوليسي في الرومبوان، قلت الله يخليك هاد لاكاسا اللي ضربت واش فيها الموت واش فيها هذا، انا ما كانش عندي واصله ليا الفكره ان يكونوا الناس ماتوا. قال لي اختي كاع اللي في لاكاسا مات، مت رجعت سولت هذاك الفرمليه، وصلت خليت الطوموبيل نزلت كنجري نمشي سولت ديك الفرمليه، طلعتك السر بغيت غير نسول هذوك الناس واش عندكم الاسماء اللي، قالت لي عندنا الاسماء، عطيني السميه ديال راجلك، عطيتها السميه قالت لي لا اختي ما كاينش في اللائحه. جيت قالت لي ولكن راه اللي مضروبين هي شويه وميسورين راه مشاو للكلينيك. مشيت للكلينيك قلت لخويا الله مشاو للكلينيك، قال لي راه مشاو للكلينيك حكيم، كان معايا خويا مشينا، نزل خويا معايا الاول ما وصلت للكلينيك دخلت طلعتك السر واحد الاسم هاشمي هاشمي واش ما كاينش، قالت لي كاين عندنا الناس اللي مضروبين ولكن عطيني السميه، عطيتها السميه قالت لي لا، ويقول لي خويا سولي سولي على السميه ديال ولد خالته، سولته قالت لي يلاه سولوني عليه صافي. تما عرفت ملي قالت لي يلاه سولنا على سولوا على، قلت صافي غيكون مع ولد خالته. رجعت تنجري قالت لي اختي ما كاينش هنا ولكن سيري لامورغ وسولي. اش درت انا مشيت ديريكت لعين الشق، قال لي اختي راه ماشي هنا كاينين اللي ماتوا، راه داوهم لجهه فاوت صافي. مشيت لتما ما قدرتش ندخل، لقيت الناس ثاني اللي تيموتوا اللي ميتين لهم العائلات والناس تتبكي وكتجذب. واحد الدري خدام معايا عيطت ليه في التليفون قلت ليه اجي عندي دابا عافاك، راه خويا ما يقدرش يدخل، دخل انت. عمرني ما ننسى دخل وخرج، كانوا العسكر بزاف ودخل، عمرني ما ننسى ديك دير اللي جيدي هكا. قلت لي مالك، قول لي مالك مالك، قال لي قولي لي اش كان لابس راجلك، قلت لي قميصه بيضه، وقال لي شنو، قال لي حيت راه لقيت خوه هنا. قلت لي او لقيت خوه ما يمكنش، عطي صافي حيت انا ما بقيتش عيط لخوه حيت ما بغيتش ندير صافي. دخل ويخرج ويقول لي الله يرحمه، انا ما نكذبش عليك الحاجه الوحيده اللي علمتني ان الاحلام ديالي كلهم ضاعوا في ديك اللحظه، كيبان لي الطوبيس ندخل فيه ولا ما نكذبش عليك، كنشوف بناتي كنشوف احلام ديالهم يلا كيحلموا مع باهم اش غيدير ليهم اش غيقريهم اش غي صافي. توقفت الحياه ديالي كلها الحمد لله وربي كبير حقيقه. هذاك اليوم اتعس يوم في حياتي، ضاع لي اعز انسان في حياتي واعز انسان اللي كنت كنتمنى معاه بزاف الحوايج، اللي كنت كنخطط معاه بزاف الحوايج ليا ولبنياتي بثلاثه، ولكن الحمد لله على كل كلشي ربي الحمد لله. هادشي اللي غنقول لك، هذاك اتعس يوم اللي ما عمرني ما غنساه، 16 ماي ملي كنسمع اي كنسمع شي رقم 16 قلبي كيتهز، 16 ماشي 16 ماي 16 نمره 16 ما كنقدرش نسمعها الحمد لله. ومن تما حنا كنكافحوا مع الحياه مع الوليدات، بغينا ما تقعدت وقفت حيت قالك الضربه اللي ما تقويش ماشي ضربه، تقويت علاش؟ باش نكبر هذوك البنيات ثلاثه ما نخليهمش يضيعوا، والحمد لله ربي كبير، ربي عطانا قوه وعطانا العمر طويل باش نكملوا معاهم المشوار. هادي حياتي وهادي وهذا هو النهايه مع اعز انسان عندي، جا وقفوا لي حياتي هكذاك هباء منثورا، ما دار لا بيديه لا برجليه لا حتى شي حاجه، وقفوه هكذاك هكذاك تعداو عليه، اش دار؟ ما دار والو، انسان غادي معقول خدام اون دافير كيعطي لبلادو بزاف الحوايج، يجي وقفوه يوقفوا ليه الحياه ديالو مع وليداتو يصيفطوه هكاك هباء منثورا، ماشي حرام عليهم
حد الان انا ما نسامحش لهم، جامي ما نسامحش لهم، وقفوا لي حياتي، وقفوا لي الحب ديال الاب ديال وليداتي. كانوا يشوفوك بنتي تألمات، عندي الصغيره بقات تتالم، ما خليت بها حتى شي بلايص، انا كانت متعلقه بالاب ديالها بزاف، وجاو وقفوني خلو لي بنتي في سن المراهقه ديالها، كانت كتشوف باها فيه كل شيء انه غادي يكمل معها المشوار، ولكن للاسف وقفوا لي حياتي. انا ما سامحش لهم لا دنيا لا اخره، الا سامح لهم الشعب المغربي انا ما نسامحش لهم، حيت الشعب المغربي كله داير معنا اليد في اليد الحمد لله. تا هما ما غاديش يبغيو يوقع لهم ما وقع لي انا، ولا ما يوقع لهم شي حاجه، حيت غيحسوا بيا، حيت الالم اللي تعذبت فيه والالم اللي دز... ماشي الالم ديال داك النهار، داك النهار مات الله يرحمه، ولكن الالم ديال 18 سنه، راه 18 سنه دابا، الم كل نهار كيخرجك الم في شكل، لان راكي مشيتي مع واحد المشوار ديال ثلاثه البنات خصك توصليهم، توصليهم مزيان، توصليهم من ناحيه بزاف د الحوايج، هكذاك وقفوها ليا ما نسامحش لهم. كل واحد ومشكلته، كاين 24 مرة، وكل مرة خلى لها ثلاثة الأولاد، أربعة الأولاد، جوج الأولاد، ولد، دونك شوف شحال ديال الأطفال اللي بقاو، كلهم بقاو هادو مشردين، تيبقاو بحال مشرد حق، عندهم والديهم، عندهم العائلة ديالهم، ولكن تيبقاو مشردين من الأب اللي ضاعوا فيه. وغتبقى كاين عيالات اللي معانا ما خدامين ما ردامين، كان المعيل ديالهم هو هذاك الانسان اللي ضيعوه هكاك في حياته، كان هو ما كتعرف لا فين تخرج لا فين تدرج. دونك حنا ملي درنا هاد الجمعيه واسسناها مدينا يد كل وحده، مدات الاخرى يد ديالها باش نشوفوا المشاكل ديالهم، والحمد لله فهاديك الجمعيه اللي درناها حلينا بزاف المشاكل، من ناحيه التمدرس للدراري، من ناحيه طيب، من ناحيه بزاف الحوايج الحمد لله، ومشينا معاهم، واللي عنده شي مشكل الا درنا اسسنا ديك الجمعيه ودرنا البيرو ديالنا، والحمد لله اي حاجه كنحلوا مشاكلنا بعضياتنا. كل عام كنديروا الذكرى ديال 16 ماي باش تعطينا الوعي للشعب المغربي اللي هاد الوليدات اللي كينوضوا يديروا بحال هاد الاحداث ديال 16 ماي، يوعيو ويشوفوا اشنو مورا هاد الاحداث 16 ماي، اشنو عانينا حنايا واشنو استفدوا هما ما استفدوا والو. كاين دابا دوك الاحداث راه ماتوا فيها اطفال، كاين ناس اللي ماتوا فيها صغار مساكن، هذوك اللي وقعوا الاحداث، حيت الاحداث كلها ديال 16 ماي حنا ما عرفناش منين جايه صراحه، واخا هاد الناس تقبطوا وتسدوا وما غاديش واخا تشدوا ما غاديش يطفوا لينا الجرح اللي في قلبنا، اولا غيطفوا لينا ولا غادي يحيوا لينا ديك الحياه اللي كنا غنعيشوها ولا غنديروها، ما استفدنا من والو، ونتمنى وعمرها ما تكرر. هذا هو الهدف ديالنا في الذكرى ديال 16 مايو.